لطيف لطيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شحال خلاك قاعدون في هذا في التلفزة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شليل الكلب، شليل الكلب يا ربي. وي 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم. وين رايك طفل؟ برا يعطيك اخذ ان شاء الله مشات. يعطيك انت الاخذ وراك تترعب. لا 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 الفيلم ما بيطلعش فيه. راجل في النهار عادي في اللولوك الاولانية ويجي اي واحد يشد يفترشة. مش خاصة خي مش خاصة كان جيت حتى ناخذ النهار عادي في تقلب ذيب ونختك يا ودي بالذي لا 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 ونخلي فيك فتروشة. الحمد لله يا ربي انت خلقك على زون مش هنيك. خلقني على زون؟ يا خي كي انت خونا في براقة. ليش تفرج علي الفيلم؟ لا يا سيدي مانيش خواف. لما كنت كي نبدا الفيلم نكمل انا. خواف خواف وي 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 لون 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 وذي الدنيا عليها جامع. ماني بيت في منو بعدنا غادي خوف وهنا ضحك. مش ضحك فيك يا مخلوق. لأن في أمور فيسبوكية بحتة حتى كان باش نقول لك عليها مش باش تفهم منها حد شيء. عالجيل مش كبرانشي حكي بفيش. على ذكر البرانشي غدوة راني مبكرة عندي رانديفو مع مدام سيرين. وليش مبكرة خيتي جيلبة؟ لا لا قلنا نشرب قهوة في بلاصة في خير برانشي ويمكن ياسر ندنو فيها قرياج ميكس في حلق الويد. سيدي الزلزة تخميس عادتو كيف قرياج ميكس. اي وتعلمي فيه يا بناتي ولا تشاوري؟ لا لا ذائع ليم روتيني لا غير. معناتها وفي بالك باش ما تحسش روحك كاكل اللي طرطور وتكركيره في الدار ذي. لا لا بارك الله فيك يكبر قدرك. وليش رانديفو؟ اموري وش يهمك انت سهلتك على امورك الشخصيه؟ مشني باش نبت البر حتى عند الفجر نروح السيد. لا لا ذاكش مازال حتى هو تباتي برا. هيا تسمع الاخير. واش انت ترقد؟ تحبيش اخيتي نقوم نركب لكم فيم رشته؟ يا عجبك شي ثانك اجيت حتى تعرف تعملها الرشته. ارقد ارقد خير. والله معفنه في تسيان. من هو ذا؟ هو انت يرقد وش مدخلك انت تاو؟ اللي اعتناه اللي اعتناه هايش لغيم ولا لوح؟ يا داري الحبايب قولي رحلوا فيك. شكور شكور تاي. بربي يقول لي ماذي ساعتين متاع الصباح شكون ينجم يكون قدام باب بيتك لحلايبي؟ صار ودي مرحبا. وبيك ايك عامل جو تتبرنزع اللي يكونوا ميك بابا. خلي شنو رايك تمشي تعمل غطسة وتجي تتمدبح في ولد اختك؟ نعم شبيني اس دي اف انا ما عنديش فرش. قولي مش وعدنا معاش باش تستعمل فيسبوك؟ انا سايب ملي وقتك بطلت الفيسبوك. هاي الانستغرام يا خلي الانستغرام. الحاج موسى موسى الحاج حسيلو يعطيك دودة. يا شيخ انت يا اخي وين كنت يا خالي؟ ولا تسهل. لا لا بالك شي عندك يا جماعه اخرين تكوتشي فيهم خلافنا احنا. سؤالك هذا في محله. ماك تعرف يا منزي كل كوتش يلزمو حد يكوتشيه سي بور اسيوري ليكيليبر. شنو رايك؟ شنو رايك؟ وين نجم يكون عندي راي قدام الكوتش؟ يعطيك الصحة. أي مالا سلم لي على الانستغرام تاعك وقل له بونوي وحشني اني غالي عني. ان شاء الله واحد بركة ما يخولش. وقال لذيب قدام الباب.
شهر ربي ذهيب قدام باب بيت دو خميس اخوك هذا يا بنت رحتين اخويا روح شغل ماشي نمشي نحليه الباب نشوفه وش بيه خالفة مش بيك هاي قلنا الله يعينكم خش خش اخويا ايه يا سلفان ما انا نحرثه فهم خايف هك وقيل خايف مش خايف بركة قلبي مش يطلع من مطرح كنت نتفرج على فيلم يخوف وبعد كي جيت نرقد تغميت هك نحس في زهمولة كعلة جاية وتزفر تزفر تصفير تزفر تزفر تصفير لا لا حكم أخي بيت حنانة واش حكم هنا ودي ذيب 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 وعلى شكون يزفر أخوي ذيب الله أعلم إن كنت بعلم راسه قد المكفون هاي أصغر شوية ما سمعتوش يزفر يقول ووو مياو مياو هنفهم أخي وقيل نفس الحكاية قلتها مرة مرة على القليلة بدل الحيوان قول ثعلب نمر صيد اللي هو هاي هنبدلها لك بثعلب هاي هاي ناكا كتفرج في فيلم يخوف وتغميت هكا باشي نرقد يقن عصفي زمولك أحلى زي ثعلب تقول لي ووو مياو مياو هل اعتنا الفهم اخوي هاك بدلت الحيوان لم كنت النغمة هي هي ثعلب كيفاش هي تقول ثعلب تعمل وي 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 اذا وقيل ثعلب يا ماما توحنا الامبيلانس باش الثعلب كيفاش تعمل ثعلب ثعلب يقول وا 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 منكم اخوك هاي الدنة الدنة غادي الدنة الفاهم صباح خير مدام صباح خير سي هديلي صافا مريك مدام يا كليما صباح خير مدام صباح النور سي المونجي جاب لك السلعة اي سي والنوار حطيته كما قلت البارح في البيوت 5 و6 تري بيان الكليونات عادك بهم جاي حبك تتلهي بهم بالكدا داكوردو الله يبارك مدام هاي تفضلوا مرحبا هاو جاوا مرحبا بك عاشق قلوا فيك مرحبا هيا تفضل سيدي من هوني ارتاحوا شوية في السالة أعطوا نجيبوا لكم حاجة تشربوها ومن بعد نوريكم بيوتكم مرحبا مرحبا يا حليمة يوم توانس هذوما فاش قام النوار في الشنبر المدام توانسي وتعاود قالت النوار للناس الكل كالتواسة كل قرة واللهوة زادة كيف كيف يا بنتي مش على حاجة تخاف عليهم من الحساسية كيما الحرية ما نش مستنسين بها ريت ايش عملت فينا ايش عملت فينا أنا تبارك الله لبس علينا شنية لبس علينا لعينينا ما ناقصنا كان النوار
تحيت عينك. تحيت. نعم. لا يا شيخ دي جشوش عندي في عيني من ساعة تكفيها. هذي كم 100% من ذو التابلات. كل ليلة وانت مكونكتي وتشاطي مع البنيات مش تسخاي المال. حل عينك. شعيرة هذي. أحبينها شعيرة. شنية هذي شعيرة. شعيرة اللي احنا نقول في السفيق السارق. سارق. يا امي عندي سارق في عيني ايش نعمل له؟ اطلب له الحاكم يا منجي. بالله يا ابني. مناش تحبني نقول لك سارق ولا عصابة؟ طبيبة قدامك. ما قلت كل حد يضرب على صلح بلاده في هالدار يقعوا. أحيان هذا شباب طيب أمي يظهر لي مدبر ما يمنشي يا منشي أخي ما تعرفش تطارة هي تمر في مرحلة صعبة بزاف رد بالك هاني يقول لك يا منجي مرحلة هذا شباب هي مراقة ييه بوها عليك بوها مراقة ونص يا أخي مشفتش كي تشتينها بالكمشة مع سيبني يوسف بالكمشة ملي يزيني تقول شارينا شديناه مع بعضهم مريكش في السينما ما مشيت معاه الشربة كويستي صانة ولا واحد منجي اللي تحكي لك فيه حاجة صحيح الانحراف ما عندوش أخمر يا حبيبي انحراف ايوه شو 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 ألو وي ما في الدار في الدار جوا أنا جايك تدشي تدشي تلا لا منجي يجري يجري شدك عرفتك دقدقك أي مشي يجري يجري أي شيخ أنا أخاف منها سيدي ولدي يا حبيبي يا طلع شكلي محجوز صحيح زيد اخير صح ولا فاطمه لا فاطمه لا بس عليها تفضل صليتها في القهوه ما جاتش ما عادش جايه وعليش مشات لصفاقس لا عاد لا تيجانا البرود وضحها صفاقس غريبه شبه ما قلتليش معليش باش تقلك يا اخي انت من طرف العائله وقالش وقت تجي ما عاد جاي جملة هو تونس موال مهاش رجعت لصفاقس ريتور ديفينيتيف وضحها فهمتك فهمتك هاي ماذا نارك زين انت في الميل صديقي وحبيبي وقرة عيني ان شاء الله نهارك زين نهارك مبروك سعيد حامد شكون هالمتصابي هذا العام اللي شعره بالجالي يقربكم لا لا ما يقربليش هما كاينه بدا يقرب شكون شكون الصاحب امي سافا يا بين يا عبد تستنى فيها يقب شعرك يا حامد صاحب فطيمة لا تتعب القلوب من الحب بل تكل الأجساد الإمضاء حامد القزدوغلي أهلا بزينة وعزيزة مش خاصة يا أمي كان نولي وزينة وعزيزة ليمت هذي ماشي كان الشطيح شفنا مش بيك تحتها ما كاين والو ما كاين والو طاطا يا اخي انت ما عندك هكا حتى حاجه باش تقوليها لنا انا ماذا بيا نقول لكم قوموا من قدامي انتم الاثنين اما صبيح ما يجيش منه امي ما عندكش حاجه تحكي لنا على سي بن يوسف انا بنيتك امي احكي لي انا السر نتاعك بالله سي بن يوسف وليت شي حكايه هي واش تعملوا لها طاوله وكراسي هيا ترى اسمعوني سي بن يوسف خالك محسن بعثوا لي بقضية كلمني في الليل في التليفون وقتها جي البالي كلام خالك عزوز قلت والله لما نعمل لهم بازا نعدتوا عدا قلت له ويجا منا نشربوا كويس تيزانة في الحو هذه هي الحكاية وما فيها لل صار هذه هي الحكاية تاتا أمي لشني تسخيلوني هدرت كيفكم انتوما خسارة أمي صار نفرحك ليكم انتم هكا داخلين الزوز تعرف الدتش وداخلين للقهوه تهبلوا نهاركم زين يا صبايا نهارك فل يا خالي شبيه كوتش صبح راقد وقتها روحت البارح انا منزلت ما روحتش منزلت بين فضاوه قومي عايش بنت اختي قوم جيب لي قهوه حاضر قهوه بركه خالي ماكش باش تفطر ما عينيش هذا يسميه سقام العرايس اختي كسبهوني انت تعرف وانا جاي توا قلت ان شاء الله ما نرقاهاش خرجت تسرح في سويقاتها كي البارح
ايه عادي يا عزوز، كل يوم هو. البارح صرحت سويقاتي وروحت. ايوه هذا طنطا واسمه الهجوم المعاكس. قوم قوم يا عايش اختي قوم، قدم لي في الماكينه هذوما خليه يتخسلوا، على خاطر اليوم زاد عندي رحله فضائيه اخرى. يا عزوز وخي نقص، يا عزوز يزيك من السهريات راه مش باهيلك، سهريه في الجمعه تتعدى، راهو العمر عنده خير. وش بيك تحكي مع طنطا على العمر؟ يا اخي شوف فيه مازالوا شباب وبابيش ويسهر وسبورتيف زاده. قولي لها بجاه ربي قولي لها. انت العمر حكايه فارغه يا اختي. انت مثلا. لا 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 انا ما تحكيش علي. انا شربت كاس تيزانه والعصر كنت في الدار. ونعلمك الاولى والاخرى باذن محسن خويا، والكلمه الاولى والاخرى لهم، فهمت؟ شنو هو؟ تهطا وش بيك؟ عزوز الحمد شعر شكون هذي؟ ها؟ شعره؟ شعرة تساعدنا علي هذيك لا يمثل. طنطا الشعرة تاع شكون؟ الورقة الأولى وهذه الورقة الثانية. إيه إن شاء الله ربي يبي في الصواب. إيه سيدي متزوج بالاسم برا عدد الأطفال. إيه عم طازينا خرجوا تلعبوا قدام الدار. جاو ربي من تجوا الذري ويصير فيها بكل اللي جاي ذيب. سي بيبيش تحضر في الباك إن شاء الله ربي ينجح. هاك ما قلتش لي وش رايك في الشياكة والفتاكة والأناقة بجاه ربي مش نفولة وتقصرت على اثنين ما هو ذيك عرس لازية حديد في حديد. ايه عرضة برك قول على حالك تقول طايحة من مسلسل تركي. ايه محسوب خير مني هما لم كنتي حاجة واحدة كان انت تطول في شلغيمك فتاتة وتبرمهم كيما كمالي بيك بالذي لا إله له من ولي نويك كوب الاكزيجيل في اسطنبول أصل. خير جلتي خيتي تاو ولا ما لواش حل في روحي الشنطي هذا الكل احمامر وغبابر ومسكرة باش نقعد نزمر حذاك انت. ماني قلت لك عندي رونديفو مع مدام سيري. هاي فيها بس نستي بيها خيتي. يا عايشك بيبيش مازلش نوصك على الفام خوي. حاضر لا لا حاضر وفاقه الساعة ولا مازال خايف الذيب. فيقت فيقت ما قلتليش البارح شبيك تهزيت التلفازة وطلعت يا اخي انا نقلقك في النوم. دلقني هو تحديث الفاهم. مرحبا بيك سيدي في كل وقت سامحني لعل ما هو اللي مقلقك. لا مش ياسر الجلج خير متاك يدخل كل مسمار في وذني يطرشني ولا سيولك الفبرير هكا الذاكرة متاعي تتفسخ كما يقولوا فيها اش خير نسيبه لعوذي. ايه ما قلتش ليه وشيل اوراق الضم. مطلب هجرة خميسة. هجرة وانت تهاجر ارض ربي واسع نحرق للصومال ولا قعداني في بر في هندي وخوك اللي اعتناه ببيش تخرج وتخلي الوطن الغالي متاعك وتهاجر للصومال اللي اعتناه ببيش اخوي وين الوطنية وين القريمتة وين الاصالة والالتماع وثاني بثاني كان الكافيهات اللي كيفك انت يهاجروا من هو دا يقعد فيها البلاد لم كنتي أخص. هاي سي حمدا يا خيبتك هاك زي السكر كالعادة. أحسنت يا سي المنظر. إيه لما صاحبك المنجي يعبر. ها شو هو يعبر؟ الله يستر يولي نشا وزير السياحة في التحوير الوزاري الجديد. بالله يا ربي شنو هي حكاية هالساك هذي وانت مني جيت مكبش فيها يا اخي شو وسطها؟ شو وسطها؟ شو مدخلك انت تزنس؟ دخلني شيء بايش بيك؟ ايوه هاي المعلمة جيت. قول مارغريت تاتشر هاي وصلت. كبر برا حمد اخت غادي تعمل حالة برا. صباح اخي مدام. نهارك زين؟ ها تحركت شي شوية الخدمة. الحمد لله وين كنا وين صبحنا؟ هاي الحمد لله. هذا الكل بفضل مجهوداتكم الجبارة لتحسين هذا القطاع لا سيما. لا سيما يا اخي شبيه البوتيك مسكره. البوتيك بابوشه مازال ما جاش. اما عندك بيه راه عندك بيه. عندك بيه هاي
بربي وقت اللي يجي قولوا يتعدي لي باهي مدام. وسي ساسي عادي بيه زادا؟ لا ساسي جاي بكري، اما مش يجي في السكر توا كهو. يا باهي. وانت سي حمده شقلت لي مالا؟ السكر الطقس السكر حلوات اللي جيت انت والمناخ شيخ. قل لي شنو رايك نتقابلوا غدوه قدام جامع الفتح الصباح بكري نستدعاك على فطيره بالعسل؟ اي علاش لا تفهمي، استنيني بعد صلاه الصبح. تقبل الله صلاه الجميع. ها يا اخي انا فايتتني حلقه ولا شنو؟ انت فايتينك 30 حلقه، رمضان دخل وخرج وانت ما زلت تستنى في المفتي. قل لي في الصبح وقتاش يا ذنبه؟ استعمل يا حاش.
صباح خير سي عزوز. صباح خير مدام، لاباس؟ الحمد لله. اه الامور ماشيه شي؟ وي سا فا تري بيان. ديجا هاك تشوف عملنا سيت ويب واتفاقيه شراكه مع كلكز اجونس دو فواياج و سا فا. اون بلوس سي موجي ماهوش مقصر معايا في الخدمه. اي باي باي، احنا شنو نحبوا يا اخي، ربي ان شاء الله يهزها للسواب ان شاء الله يا ربي. ميرسي. سلامة. سلامة. بون جورني. اهلا بنهديك. اهلا بيك سي جبالة. يا مرحبا يا مرحبا. ايا خلط علي حشتي بيك. حبيبي وصديقي وقرة عيني، رائد رائد وتبقى ديما رائد رغم الداء والعداء والبريم يعرض لي. باهي تفضل من الاخر سيدي، شنو تحب قول؟ هيا حاجتي بيك في امر جلل لا يحتمل التاخير. باهي سيدي، هيا معايا للقهوه وجه ربي خنفركوها الرومانه هذه اون فوا بور توت. هاي ايش بالقهوه؟ القهوه بكلها عيون وكلها اذن وساخيه، والمساله غايه في السريه. يلزمني انا وياك راس راس في مكان مغلق، انا وانت والشيطان. سي انا وانت والشيطان، امور سريه، حكايه ام دوله ولات المسألة أخطر، ممكن تسمعني تو تعذرني. باهي يا سيدي، نتبعوا السرق باب الدار، هاي معايا للدار. والشيطان غادية. إي إي هاو قاعد يمضي في السنين فوق. يعطيك دوزة يا سويسي، قضيك شو حصل؟ راك حصل لي قدرك. ماني قلت لك على مدام، مشيت في قضية خفيفة للكاس وغاني جيت. بقينا مش لازمة الملزومة اللي تغني لي فيها من قبيلة. نعم سي جاب الله، سامحني. ما نسمحلكش باش تحكي معايا باللغه هذه، متفاهمينا؟ وانا راني ما جيتش هنايا باش نغني، انا جيت عندي خدمه معينه باش نقوم بها على اكمل وجه وكهو، متفاهمين؟ متفاهمين انا متفاهمين، سامحينا. ثم نظام سي جاب الله، دخولك وخروجك مربوط بمواعيد، عندك قضيه في الكاس ما ثم حتى مشكل، تتعدى للبيرو تعلم بلغه اوضح، تاخذ ترخيص من عندي ولا من عند عرفك المباشر سي المنجي. منجي؟ سيل منجي، صحيح انتم اصحاب لكن خارج اوقات العمل، تفهم فيا سي جاب الله؟ نفهم فيك انا، نفهم فيك. هذا اولا، وثانيا ماذا بيا تجيب لي حسابات البوتيك؟ اه ايه فيها بس، حاضر الله يبارك. ايه وثم ثالثا ولا سي كملتي؟ ثالثا، تكلم مرتك خميسة تقول لها من غدوة ترجع للخدمة، والنهار اللي ما خدمتوش تحسبوا نهار كونش. كيف ما تحبش نجيبها بالسيف؟ لا لا ما تقولش لا. وانا ما تعرفيهاش انت، هذيك من الذين لا هنا وراسها في كل منصبه. لا ما تخافش، انا فهمتها مليح، مرتك عكس اللي يظهر عليها، مرا ذكيه وتعرف تحسبها مليح. وتوا سي جاب الله ربي يعينك. يعيننا ويعينك انا، هيا بخاطرك. محلى عينك يا حيوتة، ومحلى حميرك، ومحلى روبتك. حزينة وي اجا شوفني عاد. هلا هلا يا 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 خمسة وخموس عليك بالحق، عجبتك تقتل. في بالك الروبة هذي؟ هذي ثاني مرة نلبسها. بيسو حنونة، وانت حبي تلبسي هاي مالا، وانت نهار كامل غتصافي روحك في الدار تقول كي العجوزة. يا بنتي فيق على روحك، البس زي نخرج. هاني فقت حطينا. أمي اش قولك امي في الروبه؟ الله واحد على بنتي تقتل. شفت حياه حتى تطا قالت لك تقتل. وفاش قام لبستها؟ حبيت نشوفها امي مازالت قدي والا لا. ما في بالك عاد امي الليله باش نخرج. تخرج اي وين على خير؟ اوه امي ما قلت لك باش نتعشى مع سلي. هاي فكرك في الشهاده، هذا سامبلامين تاع المكرونه وجليت، وانتي خارجه معاهم؟ ها كيفاش تطا باش نخرج معاهم؟ عيب، هما خارجين هكا كوب الريستوران والورد والشمع، وانا باش نقعد معاهم بيجيش. نوعدك امي ما نبطاش بالكل، نروح ماضي ساعتين. ماضي ساعتين حليه، نزل بكري. انتي صرفت صرفت، كمل اعمل هبطه للحمامات، وادخلوا كيما تقولوا انتوما البواطه، اعملوا شطحه ولا اثنين، هضموا بيهم المقارونه بالفريديمير. اسمع كل ما تعرف باهيلك للرجيم. يا
5-5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه مين رب العالمين الله يرحمه مسكين. منو مات طفل؟ واحد ما تعرفوش مازال. اسمعني عم بابوش. كميسة اختي وين؟ كميسة اختك برانفس الفهم. برانفس؟ تقول فيها هكا؟ ما يتحرك لك شيء؟ لا شعرة سيدنا علي؟ لا شعرك وانا اقول شعرك وين؟ بالذي لا لو كي تعطى بالتراكتور ما ينبت شيء. اه وعلى الدنيا السلام. ماتت رجولية عندك. طفل ذم فمك يا واش بيك؟ واش بيك؟ قاعد لنا تبيع في التحف ومسيب مرتك على طنق ذراعها تقعد في القهاوي تزعت في التاي والجزيل تسفر عليها بر بر حجمك شلاغيم عندك ودي يفهم بالعربي برانفعي ومدام مصري بر يعطيك ضربة بين العينين وانا مكبر بيك نقول تسيبي الازرق تسيبي الازرق وانت ما تكسب من الازرق كان السورية لبسها باي غادي في البلاد يضرب في صدره ويقول بنت عطيتها البابوشة ماندراك كان يسمع بيك توش يدني ها هات 5000 خير ما نصب بيك الصبا. اه صار انت ندابا مدني الكل على 5000؟ اه يا سيدي كي راد ربي هاي هاي 5000 كثرهم عليك ان شاء الله نسيبي الازرق. فيش رجعت ازرق؟ لا ويش يا ودي المراه مرتك تقعد في القهاوي زفر عليها رجاجيل العصافير الاربيتر ناوش دخلني هاي في لمان رجير وين ماشي؟ ماشي القهوة نزعت السكر بريس وش منك؟ اقعد هنا عينك على المقازة نمشي نطلع على مدمدوجة ونجي. اسمعني يا معلم يبت شوية نقعد لهنا قديش مش تخلص؟ خلصت؟ هنغل؟ عطيتكش تبرك 5000؟ انت عطيتني 5000؟ ما نتذكرش. اه ما تذكرش؟ لعبة فقد الذاكرة؟ ما عديك هذي واش سلفة؟ بلونة؟ بلونة ورقيقة. ألو عزوزة وينك؟ إجاني حشي بيك. هاني هوني يا فطيمة هاني هوني بحذيك في الدعاء. يا باهي. يا فطيمة باش تحب إن شاء الله خير؟ خير أعطيني فلوس المصروف الفريجيدير فارغ واللي تبقوا عندي فلوس قضيت بيهم البارح. يا بنتي شو مدخلني في القضية أنا متاع الدار؟ كيفاش مدخلني بابا؟ مالا شكون نكلم على المصروف؟ نمشي نجبله ونقول له قضي لي من عندك؟ يا بنتي هذه حاجة تخصكم. أنا لا عاد مسؤول لا على الدار لا على المصروف. أنا توا خذيت التقاعد المبكر متاعي ماني مسؤول كان على شخصي المتواضع كان طيبته هاني معاكم كان ما طيبتوش زادة هاني معكم. معناتها انت زادة باش تولي تاخذ مصروفك من عند المنجي؟ لا فطيمة هكا توا هكا وقتها تولي طلبة انت تاخذ من عنده وتعطيني تحت حسمس الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ما فهمتش شنو اللي باش يتبدل. برشا حاجات نجم تتبدل يا فطيمة. تعرف اللي بالقانون والدستور نجم نعاود نترشح للرئاسة مرة اخرى والا لا؟ ما تقوليش ناوي تتلهي بالدار مرة أخرى. مالي علاش لا؟ إذا فضينا مشكلتنا مع البنك وخلصنا ديوننا شنو اللي يمنعنا؟ ها؟ ولا عجبتك مدام دوجة؟ لا أنا ما عجبني شيء. أما كيفاش باش نخلصوا ديوننا؟ كيكا ما تخافش ما عندك كان الرجال استنى بركة نرجع نفسه طاو نقول لك. ملا قلت لي المصروف عند المنجي؟ اي نعم يلا في الوقت الحاضر. فهمنا. وقريبا جدا يعود الدر الى معدنه. الله يبارك لنا بالقدره ربيع ساعه نكون في الدار. اصعب يا نجم. شنو الامور تو مريقله ولا؟ ولا بيا كيما تقول انت سي المنجي. ما كنت حوايج بركه. عندي قضية ظريفة مالها معنى شوي أخر في الدار حتى حبيت نعرف لازم نمشي ولا لا؟ حبيبي وش بيتي تشاور فيا أنا يا صاحبي حلزو؟ لا واش هذاك النظام سي البونجي أنت عارفي من مباشر ولازمني نشاورك وكان لازم نخدم عندك البرماسيون حسب تعليمات مدام دوجة.
عند الحق المدام ما تعرف الخدمة خدمة كما يقول مفل ترافاي ترافاي كمرة دبري بيه هاي ما قلتش لي حتى نمشي ولا نقعد يمشي يمشي يقصد ربي يقصد ربي بارك الله فيك اسمع ما مضبطاش سمعت ولا من جاي انا ميمي دقيقة هتعطيني فلوس مصروفة مصروف يا حبيبي هو رحمة بيني قليل اليوم تو ما كبرت الشهرية راني خالك عزوز قال لي انت المسؤول ايوه الصاروخ خالي اللي قال لك هو صحيح يا امي انا المسؤول ما مازلت ما تفهمتش انا مال المدام راهو على المصروف اليومي ليش ما عرفت روحك؟ علاش انت ما تحكيش معاها؟ تشوفوا معاها تعطيك هكا تسمع على حساب الراس الشهر بالله انا نمد يدي لك دوجه ابعد ما قدامي نفوت فيك مش نعمل انا توا الله يعاونك اهلا وسهلا حاجه وبيك لله ولدي وخويا قالوا لي شوف مع المدام على مصروف الدار ايش فيك مسروبه حاجه تفضل اقعد قدسنا شوف عايش بنت حساباتك بتاع الشهر ولا اللي هو واعطيني الفلوس خل نقضي ما عادش عليا وقت اي حاضرين يستنوا فيك اي تفضل حاجه قديش هذا 500 دينار 500 معناتها كل جمعه نجي ناخذ قدهم سمحني حاجة نسيت ما قلتلكش راهو 500 دينار مصروف الشهر مش الجمعة شهر وإن شاء الله آخر الشهر نعملوا الحسابات ونحكي مع سي المنجي على إمكانية الزيادة مي بوغ لو مومون هذاك شنو نجم نعطيك هاي باش تحكي معاك قل لي 500 باش نشري بيهم خضرة حوت الحل نخلصوا الضوء الماء التليفون وإذا لزم دواء ولا نغليو شوية زعتر والله يا حاجة هاوسي المنجي يعرفها والخدمة مازالت ما دارتش باش يهمني من الخدمة أنا يعيشك يا حاجة من غير عياط الكليونات قاعدين في الصالة ينجموا يسمعونا تسمع وسياكت أنت يا شو إيه مدام دوجة يعيشك سي المنجي حاجة أحكي معي أنا ولدك ما عنده حتى دخل المنجي ما عندوش دخل وعزوز ما عندوش دخل وحياة وحجلة وأنا أنت الفاتقة الناطقة وإحنا إذا لزم باش نتكلموا الناس أصوابعنا بي يا يمي يا اخي انا شنو مدخلني انا ماني عندي خدمه نخدم فيها وكهو وفوق هذا اللي في الظروف هذه مش لازم كل يوم ياكل حوت يا حشاش شدك كريشه بسم الله حل حل شو ريت حل هوني بيت فاطمه العصابه واو اخي ما تقوليش بها وانت تشوف منظري هذيا يتقطع عليها نفس بوتليس انا
استيلو عنده ايش بتجبد يا ابو قلب. جارتها اعطت لها تقرا تكتب ويسكر. اي سي جاب الله شكون في كفيلتك؟ العبد لله ومرتي. واش السين؟ ما زيدك على عين الهارة؟ ودي يستخل ما تخدم على روحها. إيه ليش ما متقيدونيش بالحكاية ذي؟ وين تقيدون؟ طبعا اجتماعي مشي عليه ترى. مرة زمان انتظم لأرويحتك هنا لا. سي الفهم يعيشك. الكفيلة ما تنجم تكون كان للزوجة والأبناء والوالدين في بعض الحالات. ولا نساب لا؟ لا مع كل أسف لا ما يجيش. حتى كي ظلي مرضى. سيادتك باش مريض؟ انا عندي الغمة والغصة وبالربيع وبنطوف وعندي الهشاشة في المشاشة متاع الركبة وراسي هكا يدور كي نطلع في قصة. مرة قالوا لي طاق مستع على راسي فقدت الذاكرة من الذاكرة من الجمعة كان الخميس العشية ويزي ما تميزنيش. بنات عمي طالي بيدا اختك من مدير وعنده بيلونة ناقصة في راسه. تجاب الله فيما يخص زوجتك سيدة خميسة ما هيش منخرطة في حتى. لا 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 مش منخرطة حتى صغار ما عندهاش حبلت وبعد بطلت. سمحني بربي كيفاش هذي حبلت من بعد بطلت؟ والله لا فهمت. لا لا بدي ما بطلتش ربي ما حبش حبلت وبعد طيحت. داكاخ اسمعيني بنات عمي شوفينا هكا كيفاش تحطيني تحت هكا في الضمان. ما يجيش ما يجيش سي الفهم. بوك مثلا ينجم يقيدك اما نسيبك لا ما يجيش. با ان شاء الله هذاك شكون يقيدو؟ وامك ياما الرياله ياما ياما وقيل بطاقة تعرف متاع الرياله كان كي جات تعرس الحاسيلو قيدو بالغلط طلعتنا اكبر منها بعامين. سامحيني مدام اخويتي سامحيني راح راح انا قاعدين مع لاق هاي قاعد راح اشتي فيك. طيب وش هالشي؟ وش هو وش؟ اطفل كيف تعرفش تضم فمك؟ نعرف مالك تعرف ترس غادي وكلمة خمشيت فيها مع المرأة على وش مشتك فيها؟ اولي يفهم وحل بخط مرة ذيك راي مبعوثة باش تبني لي بحث. نعم مغادر لا شو بعث الحاكم ودي الحاكم تاع بعث الكاس الكاس الفهم باش تاخذ لك شبيت على جنب شنو يصب على روحك وانت واش تتصب على روحك؟ والله الفهم ماذا بيا جايز خذ نرتاح من عضلي باش نصب على روحي في الضمان الاجتماعي باش لكان قدر الله مرضت ولا صارت اي حاجه انا ولاختك ما نبصوش بالدويات واش كي مرت مره في الكلينيك من بصيت في جرتك. ما يا سيدي تنظم فهمي لما كنت ماشي نحواجها شهر ربي ويلف برزوق بحكم الارنب بني مناسب اخي نعطيك مطبيل بركة ضرب 5000. لا 5000 هذيك باش ما نصبش بيك لبي تو مش حويجه تنظم فمي وانت قاعد راس راس اي تو تاعي وتقبض تو قاعد تضم فمك وبلاش تهدى فهمت ولا؟ مالش معنى نقول لك انا هاني قاعد مش نضم فمي وانت برا ضمن على روحك لما كنت الحساب تحت التوت الخدمة على قدمة؟ القدمة موجودة والخدمة ليه؟ بلاد واقفة مدام البلاد واقفة وانت ما تبارك الله كم راكزين والله نعمل في ماكسيمومنا ونستناه في العفو يجينا ومين مدام العبد لله راهو عنده شدة عليا عليا بالعيد؟ ايه يعني ما نخدمش اللي يجي يعني لا ذي جبت فيها ما تخدمش اللي يجي مدام عندك شهادة عليا يخدم عليك لهذيلي وي نهارك سعيد. يا لالا هيدنوم يا عيني على رجلي والوصول ما بدي وراك المرأة راهي مش اجتماعية بس خلاص ناتو سيسي فيني لعاد نسمع لعاد نشوف ما سببش نخرج منه وانت تخرج في الزمالك منه يا عالم يا هو تشاهدون الآن على المباشر وبتوقيتك يا سي الفيلم الحدث بابوش ومرشدة في غرفة النوم. سامحني مدام شو الكلام هذا شو تقصد؟ وانت بزيتي تتكلمي مازال عندك عين وتتكلمي تحبي نبدو نجبتلك في شعرك ونقول ما جبتش اسبي بيش في بيت نومي الزوز وينو وينو الثالث وينو منو الشيطان
مازال فيها شويتين توا. هذه خيانة مشروعة نحاوب على هاني السلامة. هاني السلامة بتاع أحمد يدوبي فمك واكتب نصتي. طب انا مش نسيب هاني تخدم على روحها. هاي تخدم على روحها، أنا عارفاها الحكاية ذي. خدمة النهار ما فيها عار. سي جاب الله عيب راه ما يجيش. شنو هذا؟ شنو هذا؟ لا هذا عبي مبروك مستفر ده برويجن في بيت النوم. قال وشنية برجدة وبرا برجدة خايتي مالك الا امرأة وثاني بثاني وخايتي الارشاد والوعد ما يجيب كان في بيت نومي ناه ومع رجلي ناه. أبنتي دوبة فمك واشي تو لما ناه مرجدة جاية من كاس بالعربي. هاي من الكاس والبريد صدقتك. لا حول الله يا رب حسب الله ونعم الوكيل. اللي اعتنا دخت خلاص. اليوم نروح الدار باي وغدو قبل نصف نهار وخمسة توصلني دلكتي. لعبت علي الدوخ. ذرانتي الخيانة الدوخ. خمسة فاتي شبك طايت. السلام من هذي جات معاك؟ واشي يعطيك واش عشان هذي هذي متكلم هذي المرشدة الاجتماعية كانت قاعدة في الكوزينة. هذي أنا مرشدة راني فاقد الذاكرة. الفهم أخوي طلع في الحلقة الأخرانية وخل فيا. مش في الحلقة الأخرانية بنتي، من الحلقة الأولى دايما شديتيه متلبسين ما يفضلك أنا الحاكم. أو لا عاد هكا ما عاد بهاوين. أنا حالا مش هنعمل التقرير متاعي. نروحي لهنا حتى يجي الحاكم ويعين الجريمة. الفهم تكلم حل فمك، ما كنت قاعدة معانا. إيه نتذكر كنت قاعدة معاكم. ولما كنت زاد أنا أتذكر قلت لي خلينا راس وظلم فمك. وخيتي انا مشيت حطيت راسي وبعد اللي صار ما بيناتهم الله اعلم ان كنت بعلم. الفهم خوي عندك ستيلو ازرق وورقه؟ ايه وعندي ستيلو احمر اسود. جيبهولي باش المرشده تكتب الوصيه نتاعها. تلقي يا اخي مش تلقى توي داية في رقبتك. روحي لهنا ما انا قلت لي مرشده. يا ولي يا حرشانه يا خطفت الرجال روحي لهم توك توري هاكي جيتي من الكاس وروحتي في كوبلي اسباز لا من عخميسه هو